Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de jeu de rôle de l'oral. Bon, je vais lire ce dialogue et je vais expliquer en arabe. Salut Juliette, marhaban Juliette. Salut Antoine, marhaban Antoine. Ça va bien, ouchinti bekhair. Ça va bien, merci, ana bekhair, ou choukran. Mes parents organisent une fête ce samedi pour célébrer mon anniversaire. والدي يصوبوا لي الحفلة ديالي هاد السبت هذا باش بالمناسبة ديال عيد ميلاد ديالي. سي فري سي سوبر سا. واش بصح هادشي عظيم؟ وي جو فودري تانفيت ا فينير ا لا فيت. تو بو فينير افيك تا سور سي تي فو. قالها هادشي بصح وانا كنعرض عليك انك تجي الحفلة ديالي وتقدري تجيبي معك حتى الاخت ديالك لا بغيتي. J'en serais ravie et je suis sûre que ma sœur aussi il adore les fêtes d'anniversaire. قالت له انا سعيده جدا لانك عرضتي عليا وانا متاكده بلي ان الاخت ديالي كتبغي الحفلات ديال اعياد الميلاد. غادي ندوزو لجو كومبرون بروميير اكزرسيس كي سون لي بيرسوناج دي ديالوغ. شكون هما الشخصيات ديال هاد الحوار؟ Les personnages du dialogue, les personnages des dialogues sont Juliette et Antoine. Bzaf minkom ghadi tsaelo ghadi yqolo kayna Juliette et Antoine et Antoine et ses parents et les parents de Antoine et ta sœur de Julie et la sœur de Juliette. Non, li kanu kayetḥadthou huma kayetkellmou ala li kanu kayetḥadthou fhad nass li kanu kayetkellmou fhad nass huma Juliette et Antoine. المهم انا صححت لكم هذه المعلومه. غادي ندوزو دابا لا دوزيام اكزرسيس. Est-ce que les personnages se connaissent? واش الشخصيات كانت كتعرف بعضها البعض؟ Qu'est-ce qui le montre? شكون اللي كيبين لنا هادشي؟ Bon, oui, les personnages se connaissent parce que Antoine invite Juliette à sa fête. الشخصيات نعم الشخصيات كتعرف بعضها البعض لان Antoine عرض على جوليات الحفلة ديالو. ما يمكنش شي واحد ما كيعرفهاش يعرض عليها الحفلة. هادي امبوسيبل. دونك غادي ندوزو لا تخوازيام اكزارسيس. كيل ايفينمون انطوان انونستيل كو بروبوزتيل ا جوليات. قال لك شنو هو الحدث اللي قالو انطوان لجوليات وشنو كيقترح على جوليات. بون غادي نوريكم. بون ليفينمون L'événement annoncé par Antoine et son anniversaire, le hadith li qalo Antoine Juliette huwa le hafla dial l'Eid Milad dialo. Il propose à Juliette l'invitation de son anniversaire. Qtarh ala Juliette annah ya'rad 'aliha l'Eid Milad dialo. Bon, ghadi ndirou la 4e exercice. Comment Juliette réagit-elle? كيفاش تفاعلت جوليات مع هاد مع الكلام اللي مع انه من عرض عليها؟ كيفاش شنو كانت الردة ديال الفعل ديال جوليات؟ جوليات رياجي افيك لو تونمون اي لا جوا. زعما شعرت بالاندهاش والفرح. شكون اللي كيدل على هادشي لو تونمون؟ انها قالت له واش سي فغي سي سوبر سا. قالت له سي فغي واش بصح هادشي؟ زعما اندهشت ما كانتش عارفه. قالت له سي سوبر سا فرحات زعما. قالت له هادشي عظيم. دونك غادي ندوزو لوطخ باج. جابليك اي جو ترانسفير بروميير اكزارسيس اون فو انسبيرون دو سون دو سو ديالوغ جوي ا دو ان سين او لان انفيت لوطخ ا اون فيت ا اون اكتيفيتي كالتشورال سبورتيف اتسيتيرا. قال لك غادي تستوحي من هذا الحوار اللي تكلمنا عليه دابا ديال جوليات وانطوان. غادي تستوحي منه شي عبارات وغادي تلعب انت والصديق ديالك جوج اشخاص غتلعبوا واحد المشهد. بحيث الاول غادي يكون كيدعي الصديق ديالو للحفله كيعطيه الدعوه ديال الحفله والثاني كيجاوبوا على الرده كيشوف الرده ديال الفعل ديالو واش عيقبل على عليه بشي الحفله او لا. وهذا الشيء غادي تختاروا واش يكون نشاط ثقافي او رياضي الى اخره. بون انا صوبت لكم هاد
صوبت لكم واحد المجال، صوبت لكم واحد الحفلة، والصديق كيجاوب صديق ديالو وهذا الشيء، وصوبت لكم فورم دان ديالوغ، صوبت لكم بحال شي حوار. بون غادي نوريها لكم. بونجور سليم، بونجور محمد، صباح الخير سليم، صباح الخير محمد، اسكو سافا بيان، واش انت بخير؟ وي سافا بيان اي توا؟ وي انا، نعم انا بخير، وانت؟ Bien, merci, Anam Zian Chokran. Bon, aujourd'hui, je suis diplômée de la faculté de médecine et je vais organiser une fête pour cet événement. قالوا ان اليوم عندي انا تخرجت من الجامعه ديال الطب، وبغيت وغادي نصاوب واحد الحفله بالمناسبه ديال هذا الحدث اللي وقع. قالو سي جينيال، هادشي عظيم ولا زوين بزاف. اي جو فو فو انفيتي ا ما فيت بور اتر بلو اميزون. قالو بغيت نعرض عليك لهاد الحفله ديالي باش نشطو سويا. سي افيك ان غران بليزير داتر افيك فو. قالو هذا لطف منك. انا مرحبا، مرحبا، انا غادي نجي لهاد الحفله. Bon, c'est le dialogue. Maintenant, tout d'abord, le deuxième exercice. Employez les différentes expressions utilisées pour inviter, accepter ou refuser l'invitation que vous avez étudiée. Variez les supports, communication téléphonique, conversation sur l'Internet. Bon, الدعوات القبول ديالها او الرفض ديالها اللي درستيها بالفعل، درسناها في لونغ اي كومونيكاسيون، وغادي تدير لنا واحد المحادثه في الفيسبوك او تويتر، مهم في الانترنت. بون غادي نعطيكم واحد لا كونفرساسيون سور الانترنت، هي محادثه في على الانترنت. بون قبل ما نوريكم هاد لا كونفرساسيون سور الانترنت اللي صوبت لكم، غادي نقول لكم شنو زعما مناش كتكون. اول حاجه، واحد كيصيفط دعوه لاخر، وثاني حاجه باش كيصيفطها له ما كيرفض الدعوه، وباش كيرفض الدعوه كيولي يصيفط له دعوه اخرى، وباش كيصيفط له هذيك الدعوه كيولي قبلها الصديق اللي صيفط في الاول دعوه. بون غادي نوريكم لا كونفرساسيون باش تفهموا اكثر. بونجور ادم، صباح الخير ادم. بونجور علي، صباح الخير علي. سافا بيان، واش انت بخير؟ وي سافا بيان ميرسي، انا مزيان شكرا. اوجوردي جو في ديني افيك دي زامي اي فو انفيت ا فينير افيك نو. اليوم غادي نتعشى انا والاصدقاء ديالي، وبغينا بغيت نعرض عليك باش تتعشى معانا. Désolée, je ne peux pas y aller car je suis malade et je vous invite à me rendre visite chez moi. قالو انا اسف، انا ما يمكنليش نمشي معاكم حيت انا مريض، وانا كنولي نعرض عليك انك تجي تزورني في المنزل ديالي. قالو داكور جو فيندري فيت. قالو واخا، انا غادي نجي بالزربه. بون غادي ندوزو لجو مي فالي. Et je respectais la consigne de jouer cette chose de cette partie qu'on a consommé. Et je utilisais des expressions pour inviter ou utiliser des termes pour exprimer de la dawa. Et je utilisais des expressions pour accepter ou refuser une invitation ou utiliser des termes de la قبول ou refus de dawa. Ma voix est-elle audible ou je saute quand même smoum? Et je utilisais les gestes pour communiquer ou je stimulais les mouvements pour t'exprimer. Et je adoptais une attitude convenable à la situation. واش تبعتي الموقف المناسب؟ بون حنايا تبعنا هاد الخطوات كاملين مع بعضياتنا، دونك غادي نديرو العلامات كاملين فوي. Bon, Radindus de Tabal écrit la lettre d'invitation, Risalat Dawa. J'observe et je découvre.
غادي نقرا لكم هذا التكست وغادي نشرح لكم en arabe. Vous avez déjà écrit une lettre au directeur de l'établissement pour le remercier de vous avoir accordé l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. Vous avez réalisé un reportage vidéo sur les monuments historiques de votre village, votre ville ou votre région. قال لك كتبتي قبل رسالة للمدير المدير ديال المؤسسة كتشكروا فيها على أنه خلى لكم عطاكم الإذن باش تستعملوا الغرفة ديال المعلومات. دابا غادي تنتج واحد التقرير بالفيديو على المعالم التاريخية ديال اللي في القرية ديالك أو المدينة أو المنطقة ديالك. Envoyez lui une lettre d'invitation pour lui demander d'assister à la présentation de votre reportage. قال لك غادي ترسل لهم رسالة ديال الدعوة كطلب المدير أنه يحضر العرض ديال النص ديالك على هاد المعالم التاريخية. بون غادي تنسالي عاد غادي نديرو واحد لا لتر دانفيتاسيون على هادشي اللي تحدثنا عليه. بون دابا غادي غير نخدمو لي زيكزارسيس عاد نفهمو كتر باش نكتبو هاد لا لتر. جو كومبخون بخوميير اكزارسيس كيل سون لي مو كلي دون لا كونسيني سي دوسو. شنو هما الكلمات الرئيسية اللي في هاد التعليمة؟ لي مو كلي دون لا كونسيني سي دوسو سون une lettre au directeur de l'établissement, accorder l'autorisation, un reportage vidéo, les monuments historiques. Hadouma les mots-clés li mtwajdin fadik ta'lima. Bon, غادي ندوزو لا deuxième exercice. Qalek relève les éléments de la situation de communication qu'il contient, qui doit écrire à qui, dans quelle intention. Qalek قال لك غادي تأشر على عناصر حالة الاتصال الموجودة هنايا. قال لك شكون اللي كتب ولمن شكون اللي كتب ولمن وشكون هو لانتونسيون فين دار الثقه. بون غادي نوريكم ماشي فين دار الثقه الرساله كانت نورمالمون شنو غادي تكون. واش حيتو ما قالوا لنا نديروا لنا رساله ديال lettre في الاول شنو كانت هذيك الرساله؟ كانت ان لتر دو ريميرسيومون. بون غادي نوريكم ليكزارسيس كي دو ايكريغ ا كي شكون اللي يكتب ولمن. انا اللي غادي نكتب لمن لو ديريكتور دو ليتابليسمون. اللي بغا يزيدها يزيدها اللي ما بغاش بلاش. وهذه نورمالمون كانت غادي تكون كانت نورمالمون كانت ان لتر دو ريميرسيومون. بون غادي ندوزو دابا لا ترويزيام اكزارسيس. Quel outil de la langue dois-tu utiliser dans ton texte? قال لك شنو هما الوسائل ديال اللغه اللي استخدمتيهم في النص ديالك. بون استخدمت انا غادي نستخدم انفيتي غادي نطلب اكسبتي غادي مهم غادي اللي كنخدموها ديما في تكست او الحوار او غيرها اكسبتي كنقبل او كنرفض شي دعوه. هادو هما الوسائل ديال اللغه اللي كيتستعملوا في اي رساله او في اي ديالوغ ديال لانفيتاسيون ديال الدعوه ديال شي حاجه. بون غادي ندوزو دابا لا 4ème اكزرسيس. كيل نيفو دو لانغ فوتيل اتيليزي. شنو هو المستوى ديال اللغه اللي خصك تستعمل اللي واجب عليك تستعمله في هاد الرساله؟ غادي نستعملو اون لانغ سوتوني اللغه فيها الاحترام بزاف. علاش؟ باسكو هاد حنا ما كنهضروش مع شخص عادي كنهضروا مع المدير ديال المؤسسه. دونك غادي نهضروا معاه بادب وباحترام اكثر. بون غادي ندوزو لجابليك اي جو ترانسفير بروميير اكزرسيس. ريديج لا لتر اي توا دو لا ستركتور دو لا لتر دانفيتاسيون كو تو اتيديي اون ليكتور. قال لك غادي تكتب الرساله وغادي تستخدم البنيه ديال الخطاب ديال الدعوه اللي درستي في القراءه. وكيف ما كتعرفوا كلكم راكم عارفين البنيه ديال الخطاب ديال الدعوه. غادي نوريكم بحال هادي. في
فيها لو لييو اي لا دات لي كوردوني دو ليميتور لي كوردوني دو ديستيناتور لوبجي لي فورمول دابيل لو كور دو تيكست فورمول دو كونجي اي لا سيغناتور هادي هي لا فورم لي غادي تستعملو في النص لي غادي تصوبوه هنايا ليتر دانفيتاسيون بون دوزيام اكزرسيس ادابت لو ستيل de ta lettre au statut du destinataire. Quel grade de votre usloub dial le rissal dialek, mais le hala dial le musulim. Zma le hala dial le musulim, gadi tchaoul annak de votre usloub ou t'arf ki dir t'abbar, ou gadi t'abbar le khotouat dial le rissala dial le da'wa. Bon, gadi nourikum ana rissala li sobt liko. Bon, ha hiya la lettre. Fès le 20 septembre 2020, Hesna Radi, élève de l'école Assana, Fès à monsieur le directeur de l'école Assana Fès, objet invitation monsieur, l'exposition des monuments historiques à l'école présentera un ensemble d'articles produits par des élèves qui développe l'esprit. Nous souhaitons donc vous inviter à cette exposition afin de voir les productions des élèves et de les déposer. Dans cet temps, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. Hasna Radi. Le ma'arad dial المعالم التاريخية كي ديال المدرسة اللي كيخدم فيها المدرسة ديال هاد المدير غادي تقدم واحد المجموعة من المقالات اللي ينتجوها التلاميذ وكيعرضوهما على المدير انه يجي عندهم لهاد المعرض باش يشوف الانتاجات ديال التلاميذ اللي صاوبوها في هاد المقالات وباش ينقط عليها بون غادي ندوزو للجو مي فالو اي جو ريسبكتي لا كونسيني دي كرير و تبعت التعليمات ديال الكتابه اي جو ريسبكتي لا ستركتور دو لا لتر دانفيتاسيون واش تبعتي واش صاوبتي البنيه ديال الرساله ديال الطالب الاذن الرساله ديال الدعوه et j'ai utilisé le style qui convient à la situation واش تبعتي الاسلوب ديال الوضعيه مزيان بون حنا استعملنا هاد الخطوات كامله بطريقه جيده دونك غادي نديرو في وي كاملين غادي نديرو وي دابا غادي ندوزو للجافون ريلي طون تيكست اميليور le à la lumière de tes réponses et avec l'aide de ton professeur قالك غادي تعاود تقرا النص ديالك وغادي تصحح الا كان فيه شي غلط من عند الا كان فيه شي غلط غادي يساعدك المعلم ديالك ويصحو معك بون سي لا فان دو سيت لوسون كنتمنى ديال هاد لا فيديو كنتمنى ان يعجبكم هاد لا فيديو ما تنساوش تكليكيو على جيم تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد Allez, au revoir et à demain, inshallah.